من أهم الاستشاريين للموالح في مصر واللي شاركوا بمحاضرات مهمة جداً في أجري إكسبو 2022 المهندس محمد إسماعيل استشاري الموالح في مصر وتركيا، وهيشرح لحضراتكم دلوقتي موقف الموالح المصرية في أسواق العالم والتحديات اللي بتواجهنا وفعلاً عظيمة. خليني أبدأ مع حضرتك من تشخيص حال الموالح السنة دي. السوق مش حلو، خلينا نكون واضحين. التصدير تركيا غرقت أسواق أوروبا، جنوب أفريقيا غرقت روسيا، أسبانيا اللي كانت أحد أهم المستهلكين للموالح بقت دولة مصدرة، ما في السياحة، الكورونا، في أزمات. بالظبط. هل أولاً هنحافظ على صدارة العالم في التصدير ولا في حاجة بتهددنا السنة دي؟ إحنا مصر أكبر مصدر للبرتقال والبرتقال تحديداً، إنما بقية الأصناف من الموالح إحنا ملناش أي ترتيب فيها. الصيفي بس. الصيفي والبصرة، وإحنا إذا كنا بنتصدر العالم في الصادرات فإحنا بنتصدره في الصنفين دول تحديداً يعني. تمام. خلينا نقول إنه مجموع المشاكل اللي هو اتسببت في الوضع اللي إحنا فيه، طلب خارجي قل، المنافسين إنتاجهم زاد بأسعار أقل من مننا، بالإضافة بقى كمان لإنه أسعار الشحن زادت اتضاعفت بشكل غير عادي، فطبعاً عملت عبء كبير على المحطات، المحطات بقت مش عارفة تصدر أو تبيع بالأسعار المناسبة، خاصة الأسعار برة قليلة. بس لازم ننبه لحاجة، إنه متوسط إنتاج البرتقال في مصر لا يزيد عن 9 طن 9.5 طن للفدان. طب هل تدهور بسبب عوامل جوية، رطوبة، حرارة؟ التدهور نمرة واحد، لأنه زرعنا مساحات كبيرة في المناطق الصحراوية لا تتناسب مع البصرة، فبالتالي الأصول بتاعتها لا تتناسب، الإنتاجيات قلت والمواصفات الجودة قلت، فده مشكلة. نمرة اتنين، إنه الكمية الأكبر اللي هي في الدلتا متوسط الإنتاج فيها قليل، أصبح 6 طن 5 طن 7 طن، ده ما يجيبش التسميد والري والعمال، ما يجيبش تكلفته، فبالتالي الناس بدأت تخلع شجر وتزرع محاصيل أخرى أو أصناف أخرى، بالتالي بدأ البصرة تدريجيا ينهار أو يقل. إحنا داخلين في منافسة شرسة، المنافسين بدأوا يتوسعوا في الزراعات وبدأوا إسبانيا وتركيا والمغرب، طبعا حتى المغرب والجزائر، الجزائر دلوقتي فيها توسعات كثيرة جدا، فبالتالي التوسعات التركية توسعات غير طبيعية. أنا بروح هناك وأنا يعني مستشار لبعض المزارع هناك، لا توسعات غير عادية، وإن كانت معظمها في المندرينات، إلا أنه كمان بدأوا يتوسعوا في بقية الأصناف، الليمون، البرتقال الصيفي وهكذا يعني. هل أملنا في مصر النهاردة في الكائنات المتكاملة اللي بتزرع وعندها المحطة بتاعتها وعندها آليات الشحن والتصدير بتاعها؟ طبعا ده الأمل، وهو ده حصل فعلا، إن كل أصحاب المحطات دلوقتي بدأوا يعملوا زراعات، بدأوا يزرعوا مساحات، لأنه هو كان بيعاني، ما ينفعش يشتري هيخسر، هو كده. فبقى 90% من المحطات دلوقتي بدأ يزرع بنفسه، بدأ ينتج بنفسه علشان يقدر ينافس، فأنا شايف إنه ده هيقدر يصرف كويس، هيطلع كواليتي كويس، إنه هو بيعاني من مشكلة الجودة فهيقدر يستمر. إنما متوسطات الإنتاج اللي حصل دلوقتي الصغيرة دي هتخرج مزارعين كتير، وهي فعلا بالفعل خرجت ناس كتير. طب باشمهندس محمد، هل احنا محتاجين أصناف جديدة؟ احنا طبعا أضعف اليبوف، نعم. ممكن نجيب أي أصناف محمية في العالم، نعم. هل محتاجين الأصناف دي؟ طبعا طبعا، احنا أولا ما بننافسش تماما لا في الليمون ولا المندرين، احنا حتى شوية المندرينات اللي في مصر ليها سوق كويس هي المركض. ليه؟ لأنه بيروح دول عربية، والعراق، الكويت، الإمارات، السعودية، إنما كل ما أنت هتدخل بإنتاج وسعر منافس وبجودة كويسة مؤكد هتدخل مكان حد، هتخرج حد وتدخل مكان. التوسع واستجلاب الأصناف الجديدة ده دور دولة ولا دور شركات؟ لازم كل اللي لهم دور في الزراعة في مصر يحطوا الموضوع ده في بالهم. أنا وجهة نظري أنه لازم يحصل تدخل بشكل وزارة الزراعة، والأب الشرعي هو وزارة الزراعة، وبعدين القطاع الخاص لازم يكون طرف، وطرف كبير مش قليل، لأنه هو اللي فعلا بيزرع، هو اللي بينتج، هو اللي بيصدر، هو اللي بيعمل كل حاجة، أنت ما تنفعش تيجي تحل مكانه. نسمع منهم بس يا جماعة. طبعاً. فلازم الاجتماعات دي تحصل، لازم النهاردة الصبح يتعمل استراتيجي يتقال فيه احنا هنزرع ايه، هنتوسع ايه، نجيب الخبرة، وموجودين منتشرين مصر ما شاء الله يعني كفاءات طبعا وخبرات ملهاش حل، خاصة احنا الفترة الجاية دي بكل المندرينات نتوسع فيها. طبعا طبعا، وهو ده حاصل، خد بالك القطاع الخاص شاطر. ايوه انا عارف، انا شفت اصناف سدلس من غير بذر موجوده، احنا انا كل اللي بزرع بس محتفظ بالصنف لنفسه. لا خلاص، حصل انتشار بمزاجهم بقى يعني، من غير غصب عنهم حصل الانتشار ده، الناس قدرت تاخد العيون وبدات تشتغل وهتتوسع، خد بالك طالما في جوده هتوصل، هتلاقي عليه طلب وهتقدر تبيعه. الرويالتي طبعا مشكله كبيره، واحنا للاسف مقصرين تماما، مراكز البحثيه عندنا ما بتشتغلش كويس، او 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 يعني ناقصها حاجه عشان تشتغل، امكانيات لازم تتوفر لهم، لانه احنا ما فيش حل
ان انا واجه الظروف المناخيه المختلفه والمشاكل المختلفه دي الا ان نطلع اصناف جينيا عندها القدره دي على التحمل.